الرقيه تنقسم الى قسمين. سنوين فنسان نبارا نوين الرقيه دين جارة نتروى. رقيه شرعيه ورقيه شركيه. سنوين نرقية شرعية نا نيف تابونا زي كين في الإسلام علي نرقية شركية نا في تابونا زي نشفى واتسابي أو أنا نيو. كيف نعرف الرقية الشرعية؟ إنه براني ني على لاتشكا أنزل رقية شرعية زي. لابد في الرقية الشرعية من شروط ثلاثة. سنوية مزاج فنستانا زي كين توم أي زي كين في الإسلام زي نزيس نايزان رقية شرعية زي نزيس ديال نيسي تنسون أكتيلي. الأول فلولة بارا أن تكون الرقية من القرآن كأن يقرأ سورة الفاتحة. سنوي لرقية بارا دي تكون كيتا نعنا لينا أذنا من القرآن أو من السنة كأن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نا أدمني سنة النبي صلى الله عليه وسلم تويني تنوي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أو بأسماء الله وصفاته كالدعاء تقول يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي. نعم بارني أمري ونارني الله سبحانه وتعالى سي إريو أنت أنت الله سبحانه وتعالى وتسوي في أنتم نارن تب الله سبحانه وتعالى يا 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 قيوم يا يا حي يا قيوم تي مناتكم زي زمنا مناتكم زي زمنا نو أم تب الله سبحانه وتعالى أم ني بيزوين زي أنغتانون تب الله سبحانه وتعالى. الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم لا مجهول، يعني لا يمكن يتكلم بكلام لا نفهمه، يقول مثلا خربوش طربوش مثلا لا ندري ما هذا الكلام. ولا يوجد رقية بغير اللغة العربية، لا يوجد رقية باللغة الفرنسية باللغة المالكشية. لا زنوي لرقية مارني فارون مارن زنوي تبني أمتين زي فانتن tukni am tin zay fanta za zany am bara no anovana parokia as possible mais no ni rokia atao am langue français na langue malagas fa am langue arabe vosa ولا بد نسمع ماذا يقول هذا الراقي، لا بد يرفع الصوت حتى نسمع ماذا يقول. نعم سنوي ميلا ميلا ري شو غوزان دراتين مين دراتين ليو بانوكي زان سنوي ميلا هاي هي ان راتين ميو ميلا ما بيعتش فيهم بوزان. حتى لو كان هذا إماما للمسجد نقول نابد نسمع ماذا تقول لعلك تنادي الشياطين. ندي إمام المسجد مبارنيزي ديني لا فانتا تسمي لا كين جان دي راها تنين ساتيبي بوسيب لمبارنيز حالا لا سنوي مكاي الشيطان يي أمنيزي منوروكي أيهم بارن. ولابد أن نفهم ماذا يقول. أنا من فانتا سكون بارنوي إيل لراتين تنينيو. يعني لا يصح أن نقول هكذا. لازم نفهم. نعم سمي من فانت سنوي إيل راتيني نو فتش بوسيب لوي فلم بلا فاتان راه تسيهاي راه تسيري سيري توي ستين مين سيري راتيني نو فميلا تين مزاو تسار. الشرط الثالث أن نعتقد أن هذا الراقي سبب فقط لا يضر ولا ينفع. زنوي يو اللي كنت شفاتي لمبارا زنوي اللي يقولوا بانورو بانوروكي يوزن سنوي يوزن سنوي عانتون فونا زن فتسوي يو روما نسيجن فالله سبحانه وتعالى روما نسيجن فيوزن انو فيتش فونا انو بازن. إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة تنتقل الرقية من رقية شرعية إلى رقية شركية. راوز مبارا كا يلو كونديسيونك تيدرو مبارا تشيفين زنوي بفعل زنوي لرقية شرعية إلى رقية شركية زنوي بفتابونا زي كين في المسلم زنوي زنوي لاسا فتابونا زي ميش فان بوسابي أنا أتنونا ميش فان تنبارنا أنتم الله سبحانه وتعالى. نعم.